من يتمتع بقوة البومة؟ حسن يا أطفال، أمستعدون لتلعبوا لعبة البحث عن الكنز؟ ستحتاجون إلى ذكاء وعيون ثقيلة البصر. يبدو أن اللعبة تصلح لأمايا. القوانين بسيطة، حلوا قائمة من الألغاز وجدوا الكنز المخبأ. الآن انقسموا في فرق. اللغز الأول يقول: ما الذي يطير ذهابا وإيابا في الهواء ولكنه لا يأخذكم إلى أي مكان؟ الغاية، أو ربما شيء نركبه في المتنزه كالأرجوحة. الأراجيل. كنت سأقول ذلك. هيا. أظن أن هذا ليس جزءا من اللعبة. إلا إن كان اللغز يتحدث عن حفرة عملاقة. ماذا حدث؟ آسف، لن نلعب لعبة البحث عن الكنز اليوم. نستطيع أن نتعقب من فعل ذلك. المقنعون الصغار سيخرجون بإلغاء الموقف والناس سيهربون. نظرة من فوق ستساعدنا على إيجاد الفاعل. إلى طائرة البومة. النظرة الثاقب هناك. محاربو النينجا. المخاف العريق معي طوال الليل، ومع ذلك لم تجد شيئاً أيها الأغبياء. أوقف ما تخطط له أياً كان. أنا ألعب مع أتباع النينجا لعبة صغيرة فقط. لعبة؟ أي لعبة؟ البحث عن كنز النينجا. البحث عن كنز النينجا؟ يبدو هذا مسلياً. لن نلعب الألعاب مع نينجا الليل. أعلم، كل ما في الأرض. لن تجيد هذا على أي حال. أعني إن كان أتباع النينجا لا يستطيعون حل حتى اللغز الأول، فلا فرصة أمامكم أنتم أيها المقنعون. حقاً؟ أيتها البومة، قلنا الآن. دعوا لي. رائع. الكنز الثاني بقي كنز واحد. ما هو اللغز الأخير؟ بي بابل إيس؟ هل هذه شفرة؟ لا، إنها توجيهات أوريغامي، الفن الياباني في طي الورق في أشكال. علينا أن نطوي الزاوية ألف إلى باء. واو، إنه تنين. أعرف أين يمكن أن يكون الكنز الأخير. المتحف. أتعتقدين أنه يوجد تنين هنا؟ أرجو ألا يكون حقيقياً. توجد أشياء مختلفة ومخبأة في... وجدت شيئاً. بيضة؟ بل مستحاثة بيضة. تقول الأسطورة إنها قد تكون بيضة تنين. ينتابني شعور سيء حيال هذا الأمر. ماذا يريد نينجا الليل من هذه الكنوز؟ إنها مجرد لعبة وهو يخسرها. انتبها، سيسرقون بيضة. ربحنا! نعم! ليته يكف عن هذا. يقول هذا من يتمتع بقوة تخفي الخارقة. اترك البيضة أيتها العصفورة. انتهت اللعبة. لا مزيد من الدمار. أخبر أتباعك أن ينسحبوا أو أن يحتشدوا. شكراً لأنكم وجدتم كنوزي. ليست كنوزك، ما كنت ستحل تلك الألغاز. لا تعرف معنى كلمة أورغامي. بل أعرف، لها علاقة ب المناديل. حظاً طيباً بينما أحول المدينة كلها إلى أكبر وأخطر آلة بينبول مدمرة على الإطلاق. عندها سينتهي أمركم أيها المقنعون. صدقت القول سيدي. المدينة كلها؟ اطمئن، ماذا ستفعل هذه الكرة؟ سترى، ستبدأ اللعبة. إيقافنا يتطلب أكثر من مجرد كرة. أيتها البومة، خففي سرعة الكرة بجناحيك. هذا سهل. زاحف، انتظر إشارتي. ريح البومة. لم ينفع، سأحاول ثانية. ريح البومة. صديقي، أحتاج للمساعدة.
هيا حلبومة، نستطيع التعامل مع أي شيء. أوه، هذا مسلم. لقد تفوقت على نفسك سيدي. بالفعل، لا يمكن أن يوقفني هؤلاء المقنعون المتبجحون. هرا، راقب هذا، سرعة القتل الخارقة. أيها القط، زاحف، أنقذ التمثال. عضلات الزاحف الخارقة. رأيت روميو؟ نستطيع التعامل مع أي شيء. واهمون، إيقافي يتطلب ما هو أكثر من ذلك. لم أتوقع حدوث هذا. لا تقلق، أوقفناها مرة وسنفعل ذلك ثانية بسهولة. لا تكن واثقا. اسمحوا لي أن أقدم لكم الكرة المدمرة الثانية. عندما يستيقظ الجميع ويخرجون سيبدأون الارتداد فورا، وعندها لن يمنعني أحد من حكم العالم. من الجيد أنني اخترعت هذه الأحذية الثقيلة حتى نظل على الأرض. لنبدأ الآن خطة الارتداد. إليك هذا وهذا. هل رأيت يا نينجا الليل؟ عندما يتعلق الأمر بالشر فأنا مدهش. أنا مذهل. أنا مذهل جدا. اسمعا ما يقولان، هذا غير معقول. إنهما يشبهانك نوعا ما. رغبت أن تثبت بأنك خارق جدا. مع أننا نعرف هذا سلفا. وحقا، آسف. إن كنت تريد أن تكون خارقا، اعمل معنا. حسنا، حان وقت البطولة، وقت حركة خارقة. لكن يجب أن تكون ممتازة. قتلة القبض الخارقة. بوما، رياحك. زاحف، القبضة الخارقة. تخلصنا من فخ الارتداد. سرعة القبضة الخارقة. خلل. ما الذي يحدث؟ نزعنا حذاءه. روميو، خلفك. هاي، أعيدي لي حذائي. أمسكتها. ساعدني سيدي. لنعكس تأثير الآلة. أتحكم بشيء ما؟ لا، مجرد منتج حقل طاقي تقليدي. لكن سمعناك تقول إنه جهاز تحكم عملاق، جزء من خطتي كالآلي الصغير. لطيف وظريف جدا. علمت أنكم ستغرمون به، لذا بنيت جهاز تحكم وهميا وانتظرتكم حتى وقعتم في الفخ. أضرب الزاحف. هذا لا ينفع. والآن أين كن؟ أجل، الدخول لمقري وتدميره. لا 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 لا. كدت أنسى. زاحف لقد ذهب. أنا آسف، كنت لتصبح أفضل آليا مقنعا صغير، وكنا أنقذنا الموقف. لا تتلكك. هل رأيتما؟ إنه يقاوم كي لا يتحكم به. أمرك سيدي. ما
رأيكم أن نذهب جميعاً ونجعل نينجا الليل يعرف من هو القائد؟ أجل! سيقوم صديقك ذلك بنزع جهاز التحكم. إنه قريب وسيكون سهلاً. زاحف كلا! جعلناه يختار الزاحف على حسابكما. هجوم الكرات اللاصقة! ولكن إن لم ترغبا بركوبها فلا بأس. مغناطيس لونا رائع جدا. هيا. هي توقفوا. ها؟ الآلي ينتصر. لا. أجل.
لنعرف بجانب من يقف صديقاك. أيها المقنعان، أيها المقنعان، عثرت على روميو هناك. الفتى القط زاحف، هذه أنا، وذاك روميو، إنه متنكر. لا، ذلك هو. روميو شرير عبقري، بالطبع سيتنكر بمظهري أنا. إن كنت البومة، لماذا كنت في المختبر؟ أجل، يا للعجب، هذا تنكر مقنع. أرجوكما، هذه أنا. احذرا. توقفي. لقد أنقذتنا، إنها البومة الحقيقية. ما كان روميو سيفعل ذلك. ما الذي تعنيه بقولك هذا؟ تحاول لونا إخراجنا عن مسارنا، علينا أن نتجنب الفقاعات. بوما، هيا تصرفي. نحلي، تمسكوا. أريحة قادمة نحونا بسرعة كبيرة. تمسكوا. لم أستطع تجنب الضربة الأخيرة. ليس خطأك. أيها الآلي، هل المركبة بخير؟ متضررة؟ ما مدى إصابتها؟ أعني، نستطيع إصلاحها، صحيح؟ هل نستطيع أن نعود إلى الأرض؟ اسمعوا، علي الهبوط بالمركبة. تمسكوا، سنتعرض لكثير من الاصطدامات. يسرني أننا انتهينا. هبوط جيد بوما، كيف المركبة؟ أخيرا، ها قد وصلت. والآن أين جوهرة القمر كان؟ هاي مهلا، ما الذي تفعله لونا؟ لا يعجبني ما أراه، سنذهب خلفها. ربما علي أن أبقى هنا وأساعد الآلية المقنعة بأعمال التصليح. شكراً زاحف، ينبغي أن نذهب جميعاً، نحن لا نعرف ما تنوي لونا على فعله. هل أنت بخير؟ ليس تماماً، كل ما في الأمر أنني لم أبتعد عن الوطن أبداً. إذن أيها السجينان، ما رأيكما بمقري؟ جميل صحيح؟ لطالما أردت واحداً وقد حصلت عليه. طبعاً لا يزال بحاجة لبعض لمساتي، كتمثال لي مثلاً. رائع، ما رأيكما ببعض اللوحات؟ أحب هذا الصولجان. ما زال هناك شيء ناقص، المكان شديد الهدوء. وجدتها، أنا بحاجة لبعض الأتباع. إذن لوحي بصولجانك وأظهري بعض الناس. لأنه لا يعمل هكذا يا ذكي. تخيل أن كل من تعرفون وتحبون مجبرون على أن يكونوا أتباعي المخلصين هنا وإلى الأبد. من دفع لي؟ حقا؟ ومن سيمنعني؟ نحن. حقا؟ حظا موفقا. الجديد. أتمنى أن يعجبك منزلك يا زاحف. يا سيدي، يجب أن أسحق جهاز التحويل إلى حيوانات. لا! 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 انتصر الآلي. أيها الفتى
هذا، ولكن علي أن أمسك هذه البقعة. ها؟ انتبه أيها القائد. أمسكها؟ ميو. أين ذهبت؟ نعم. رائع. احذر أيها القائد. أيها الآلي. انتظرني. روميو، أين زر عكس التأثير في هذا الشيء؟ لن أخبرك. حسناً، إذن أي نوع من الحيوانات تريد؟ لن تفعل. لا، أرجوك، لن أصبح حيواناً. اكتفيت منها. زر عكس التأثير في الجانب. وهو نعم. انتظر قليلاً. ماذا؟ رائع. كف عن ذلك. رائع. هاي أيها الفتى القط. لا. لا بأس أيها الفتى القط الأليف، أنت معي الآن. أصابتك. حسناً، فرك ذقني أصبح غريباً. أنا آسف، علي الذهاب. إن انطلقت بشكل دائري فسوف تتفادى المجسات. ولا تنسى، للآلي الأخطبوطي أذرع كثيرة، ولكن الذيل مفيد. شكراً صديقي، حان وقت البطولة. انتظرني سيدي. سأنال منكم في المرة القادمة أيها المزعجون. أجل أكيد. وشكرا لأنك تركت غنيمتك معنا. يوجد الكثير منها في الخندق المائي. وأصبح لدينا مهمة إنقاذ. ننقذ المستجدين؟ أم المدينة؟ يا لها من مشكلة، أفسدت ريب الأمر حقا. أعرف هذا الشعور، لأن ريشي هو السبب. ريشك مدهش حقاً، لكنه ليس الحل لكل شيء. أتعلمان؟ أظن أن هذا يتطلب خطوطي. أجل، وبعض عضلات الساحب الخارقة. فحقاً، لنسعى ذات الريش. حان وقت البطولة. ريح الثومة. خطوط القط. حسناً، حان وقت الهبوط. هذا لا ينجح. سأجعله ينجح. أعطوني الريش. كوني حذرة.
وجهينا نحو القمر. لا لم نكن، كنا سنتأذى. نعم، جعلتينا نرتفع بمفردنا. هذا صحيح، وضعت خطة لا تجرئين على المشاركة فيها. ما هذه الخطة؟ سأغادر هذا المكان. وأنا أيضا. عما تتحدثان؟ أنا قائدة رائعة، سأفكر في خطة أخرى من خلال وجودي في منصب القائد. نحن لن نقهر. ما الأمر لاينر؟ بالطبع، ما أفضل طريقة نوقف بها سحلية كبيرة؟ بسحلية أكبر. لا أصدق مفعول هذا الطعام. الحق بهما، تقدم يا ديناصوري. لدي شعور بأن هذا سينجح. روميو، هل تحب السحالي الكبيرة؟ لدي واحدة هنا. ضربة حظ ولن تحدث ثانيتان. حركة جيدة لاينول. الديناصور الذئبي سريع. لا مهلا، ليس الديناصور هو السريع، بل روميو معه جهاز التحكم. زاحف، استهدف جهاز التحكم لان الديناصور يساوي شيئا بدونه. فكره جيده. هناك لاينول. هذه سيارة رائعة جداً. تلك سيارة القط، اتركها. متى سأحصل على كل تلك الأشياء الرائعة؟ أريد سيارة كهذه باللون البرتقالي. سيركب المقنع ديلان سيارة. المقنع من؟ المقنع ديلان، هذا يعني أنا. حتى أعمل بانسجام مع الفريق وألعب دور البطل معكم طوال الوقت. لا، المكان هنا ضيق. لا تقلق، سأصلحها، أحتاج إلى بعض المعدات فقط. ماذا يحدث معه؟ يظن أنه فرد من الفريق. إلى الأبد. يجب أن نخبره. كيف؟ لا نستطيع أن نطلب منه المغادرة. لكنه يأخذ مكاننا ويدمر كل شيء. نعم، يجب أن نتخلص منه. لقد سمعنا. لا، هيا سنكلمه. يؤسفني أنني أنقذت مقر قيادتهم، سأريهم. إنه هناك، يبدو غاضباً جداً. مرحباً يا صديقي. ما المشكلة؟ المشكلة أنكم لا تريدونني معكم. يمكن أن نشرح لك. لا، إن كنت لا أستطيع أن أكون مقنعاً فإنني سأدمر مقر قيادتكم. لن تفعل. راقبيني، سأسحقه، وعندما أنتهي من سحقه سأسحقه أكثر. أخبرتكما يبالغ دائما. ريش الأولى، سرعة القاب. أنقذت المقر. واو، لا أستطيع التوقف. يا للهول، سيدمر المدينة كلها. ليس إن تصرفنا. إلى السيارة. أو استعد لتشعر بصدمة. هاي، إنها حركتي أنا. أصبحت لي الآن، وكذلك قوتك في حفر الألفة. زاحف، هل أنت بخير؟ يبدو أن روميو صنع نفقاً وخرج منه. كنتما محقين، إنه أقوى مني بكثير، لا أستطيع التفوق عليه. ربما لا، ولكننا سنتفوق عليه بالذكاء. كيف؟ قد يكون في أي مكان الآن، وغلطتي هي أنه هرب. لا تقلق، سنجده. أيها الآلي، أتسمعني؟ نريد موقع روميو.
الآلي المقنع محدود جدا، أنتم تحتاجون إليه، ليت سيدي يحتاجني. إن كنت تريد للأمور أن تعود كما كانت فهناك شيء تستطيع فعله. هل سندمر المزيد من الأشجار الآن؟ أنت هطاب أكثر من كونك شريراً. كم أنت مضحك يا آكل النمل. أردت فقط أن أرى مدى قوة مخبري باستخدام قواك. تذكروا، إن كنا نريد إيقاف روميو علينا أن نكون أذكياء. دورك أيها الآلي، سنصرف انتباه روميو وقم بعملك. واضح؟ علم، هل حان الوقت ليكون بطلاً؟ مؤكد. رائع، لطالما أردت قول ذلك. سيكون مكاناً رائعاً لحصني الجديد. علي أولاً أن أهدم هذا المتحف القديم. سيارة الزحف ستقضي قراءةً على عقب. مهلاً، ماذا يجري؟ أصدقاء، أشعر الآن أنني سلحفاة أكثر من أنني مدرع. ماذا فعلتم هذه المرة أيها المقنعون المزعجون؟ سيدي، هل أنت بخير؟ آلي، ماذا تظن أنك تفعل؟ ما هذا الصوت؟ أذن القط. فلاسي فلاش، القلعة تحطم. أعرف ذلك الصوت، إنها فلوسي فلاش. لم تكن تبدو هكذا من قبل. ما الذي حدث؟ روميو، أيها الضئيل المسكين، ما الذي فعلته؟ عدلت فلوسي فلاش حتى أتمكن من تحويل أي شخص إلى مجسم صغير غير مؤذن. لن يعترض طريقي أحد الآن. لا، لم أنس ذلك، كنت على وشك قولها، وسأسيطر على العالم. لن تنجو بفعلتك هذه. حقا؟ من سيوقفني؟ أنت أيها الضئيل المسكين. سرعة القط. مجسم آخر لصندوق الأرض يا سيدي. هذا صحيح أيها الآلي. رضيت؟ تم إبعادك. استمتع ببيتك الجديد أيها الضئيل. أخرجني، أخرجني. يا أيها الآلي، حان وقت نصب فخ فلوسي فلاش لنوقع بالمقنع الصغير التالي. لا، حسناً، لا أثر لفلوسي فلاش هنا أو هنا أو... فلوسي فلاش، القلب تحطم. هناك، الفتى القط، البومة، وجدت فلوسي فلاش. مهلاً، لم يكن هذا المجسم هنا قبل قليل. هناك خطب ما. إنها مذهلة. انتبه أيها النينجا، لنرى ما يمكنها فعله. لدي مطرقة، والقمر مكتمل، وآخر دقة لساعة منتصف الليل اقتربت. 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5. إياك أن تفكر في فعل هذا. 4، 3، بقيت دقتان فقط لأطلق التنين. 2، لا يمكن أن أدعه يضرب الجرس. 1. لا، أنا تنينة الجرس. ما هي رغبتك يا سيدي؟ سيدي، أخيراً هناك من يحترمني. رأيتم أيها المزعجون؟ تطيع التنينة من يحمل المطرقة، وهذا يعني أني المعلم النينجا الأروع على الإطلاق. أم أقول النينجا المعلم؟ على أي حال،
أنا لا أقار. سنرى بشأن ذلك. أجل، سترى أيها السحلية، هذه هي اللحظة التي كنت أنتظرها. تنينة، آمرك أن تقذفي هؤلاء بعيداً. أمرك يا سيدي. وداعاً أيها الصغار، استمتعنا معكم. كنتما محقين وأنا كنت مخطئاً و... لا تقلق، انزل، سنعالج الأمر معاً. سنحتاج إلى قوتك العضلية. لكن لا يوجد وقت إلا إذا... درع الساحب الخارقة. هل تأخر؟ لا، لم تتأخر، اركب. كان المشكلة، كان علي الإصغاء جيداً، أفسدت الأمر حقاً. ستصلح الأمر وهذا هو المهم. انزلقت على طول جبل الغموض وحان الوقت لاستخدام عضلاتك الخارقة. أطلقها. انظرا إليها. على الأقل نعرف إلى أين تتجه. إلى المتحف، صح؟ اخذني هناك. إطلاق المنجنيق. لقد أخطأ، ولكنني سأصلح الأمر. أجل، حان وقت البطولة. ها؟ أنت ثانية، كيف وصلت إلى هنا؟ أضرب الساحب الخارقة. رياح الحومة. ماذا يصيبني من دوار؟ أوقفها. حسناً، أعتقد أنه حان دورك أنت لتقوم بإصلاح الأمور. عدنا أنك ستنظف هذه الفوضى. حسناً. كل شيء يعود إلى المتحف. أحسنتما صنعاً. أين انتهى المطاف بتلك الكرة اللاصقة الكبيرة؟ كانت ضخمة. حسناً، ما كنت لأقلق بشأنها، أرسلتها إلى مكانها. انظروا من أتى، المقنعون. لونا، ما الذي تخططين له؟ ما هذا؟ إنها قواكم المزعجة، كانت هائلة جداً بالنسبة إلى مخبري الصغير، وهي الآن في كل مكان. إنها قوانا. أحضريها عساس. عساس، لا تحدقي بها. أبعديها لونا، إنها قوانا. أوه، ليتها كانت لي أنا. لن يكون هذا صعباً، لا أحتاج إلى أتباعي أبداً. صحيح، أين هم؟ يتدربون في جبل الغموض، من يبالي؟ أنا من يجب أن ينعم بالقوة. أنا. لا تتقاتلوا، سيحصل على القوة من يستحقها. يجب أن نكون عادلين في مدينة الملاهي، صحيح؟ تجي في هذا عادل، سرقت قوانا. لتبدأ الألعاب. سنلعب بالأطواء، صحيح؟ يب يب. نعم. ماذا يحدث؟ أقفز كالقط. جوز الهند، من يحتاج إلى عثث؟ انتظري حتى تري رميتي المدهشة لجوز الهند. هذا مريع، يريد الجميع قوانا. لن يحصلوا عليها، نحن سنفعل. ها؟ ها، هيا ساعداني. أها، أشعر أن قواي تعود. حسن، إذا يبدو أن أثر إشعاع العاكس بدأ بالتلاشي، ربما تحتاجان لدفعة منشطة. مرحبا سيدي. كلا، درع الساحب الخارقة. سيدي. هيا أيها شعاع العاكس. لا للمخاوف، القائد الأنيق الذكي هنا. ماذا؟ كيف أساعد؟ عجبا، شكرا لك أيها القائد، أعتقد أننا على ما يرام. حقا؟
لكن لا يزال هذان البغيضان نمر الظلام والبومة الشريرة طليقين. هذا الوضع يصبح غريبا بالفعل. دم دي دم دي دم دي دم دم دي دم دي دم دي دم دم دي دم. ها؟ ها هما هناك. حسن صديقي الخارق، لنهزم هذين الشريرين. حسنا، لما لا؟ يا نمر الظلام، البومة الشريرة، تعال يا هنا. هناك من يلاحقنا. لنمسك بهما. القائد الأنيق الذكي إلى الإنقاذ. انتصار جديد على قوى الشر بفضل القائد الأنيق الذكي. ما حسنا، ما الذي حدث؟ لا أتذكر أي شيء. هيا للروعة، عدتما إلى طبيعتكما، سأشرح لاحقا، فلنهتف معا، نحن المقنعون. القائد الأنيق الذكي. حسنا. النذر الثاقب. لا، حجر القمر مع أرقابلا. هل سرق حجر القمر؟ هذا ما يبدو. ونيجا الليل حاصروه. أرمادلان، ما الذي تفعله؟ أقدم المساعدة، كيف يبدو الأمر؟ كأنك تسرق حجر القمر الخارق نوعاً ما. أجل، لقد اقتحم المتحف وسرقه، رأيت الأمر برمته. ماذا؟ لا، هذا ليس صحيحاً. أنت لم تسرقه إذن؟ عملياً أظنني فعلت، لكن ليس بطريقة سيئة، كنت أقوم بحمايته. حمايته؟ ها! تخليت عن كونك شخصاً خيراً؟ لا، أنا بالفعل بطل، مثلكم تماماً. إلا أن الأبطال لا يسرقون الأشياء. الأمر ليس هكذا، صدقاً. يعمل نينجا الليل والفتاة لونا سوية وهما يريدان حجر القمر بشدة، لذا فكرت في أن أقوم بأخذه. لا أدري، هناك ما يثير الشك. اسمعوا، إن كنتم لا تصدقونني فخذوه أنتم. لا أعتقد، حجر القمر الخارق لي أنا، لي 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 لي. تريثوا لتروا ما سأفعل به. الفتاة لونا، أخبرتكم علينا إيقافها. صدمة الرعد ستساعد في هذا. صدمة الرعد، اهربوا يا محاربي النينجا. صدمة. لا تفعل. يا للهول، رائع، كل الأشرار ذهبوا بعيدا. حاولت إخباركم، كانوا يعملون معا، لكن لا، لم تصدقوا. حلو أو خدعة؟ حلو أو خدعة؟ تصرفا بشكل طبيعي وانسجما. لماذا تتحدث بهذا الشكل؟ أنا أخفي صوتي، فقاعدة الأبطال الخارقين الأولى تقول ألا تدع زملائك يعرفون هويتك. قادمون. خدعة حلوة، خدعة حلوة. أهلا وسهلا بالمحتفلين. واو، رائعة. ولكن ليس بروعة زي، أنا الكابتن كاميرون، بطل كوكبي من الفضاء الخارجي. والآن تعالوا، حان وقت الحلوى. هيا لا، هذا مقرف. ما الذي يجري هنا؟ كيف سننقذهم دون أن يعرفوا من نحن؟ لدي فكرة، تخفي الزاحف الخارق. كيف أتخلص منه؟ واو، هم نجدة. لا أستطيع أتحرك. انتظروني. واو، أرأيتم ذلك؟ تمكنت من
إخراجنا بعضلات الكوكبية الفضائية، الكابتن كاميرون. شكراً لك يا كاميرون، ولكنني استخدمت عضلات الزاحف الخارقة لأحررهم. أنا هو البطل. نحن نعلم ذلك، ما يهم أنك ساعدتهم. هل أنتم بخير؟ مصاب بالزكام؟ أوه فهمت، صوت الأبطال العميق. ظريف، كل شيء تحت السيطرة. أنقذت الجميع من أولئك المشاغبين الصغار. النظر الساقط، جميعهم سيلتقون أسفل المدينة تحت الأرض. هيا بنا لنقتحم الاجتماع. من اختار هذا المكان ليكون عريننا؟ إنه كئيب ومظلم ومخيف. ها؟ من قال ذلك؟ إنه صدى صوتك. إن قواي الذئبية تضعف دون ضوء قمر الهالوين الذئبي. لا وجود لقمر هالوين ذئبي، أنتم تصدقون أي شيء. تعنينا لسنا ذئابا خارقة؟ كفى تذمرا، نحن هنا للاحتفال بأعظم سرقة بتاريخ الهالوين. والآن دعونا نقتسم الغنائم. لا أصدق بأنهم نجحوا بهذه الخدعة. ماذا سنفعل؟ يفوقوننا عددا. تمكنا من جعل المقنعين يدورون حول أنفسهم بلا فائدة، وذلك بفضل خطة ذكية. ماذا تقصد بخطتك؟ إنها فكرتي أنا. وماذا عنا؟ وشعر النقانق الرائع خاصتي. يا أكياس الحلوى، يا أكياس الحلوى. هذا غير مقفى. غريب، إنهم لا يهتمون أبدا بالتعاون. أتصدقني هذا؟ أجل، إنه مثلي نوعا ما، فقد كنت أهتم بمن هو صاحب الفضل أكثر من اهتمامي بإنقاذ الهالوين. ولكن ماذا لو استخدمنا هذا ضدهم؟ قد يكون الأشرار أقوياء معا، ولكن يمكن لخدعة صغيرة أن تفرقهم. يعجبني ما تفكر به. إذن 10 لي واثنان لكل واحد منكم، قسمة عادلة. أين تعلمت العد؟ يا للهول، ليست عادلة بالمرة. يا أصدقاء هناك إشارة. الأشباح غير حقيقية. إنها لونة تحاول خدعنا مجددا. في هطول الليل نحارب الأشرار ونسعى للخير. ما زلت لا أملك قافية. أجل، عدتما. آسف، لقد انشغلت باللعب بالكرات السخيفة، لم أتمالك نفسي. لن يحدث هذا مجددا. إذن ما هي الخطة؟ لنجمع هذه الكرات، لن ألعب بها هذه المرة، أعدكما. هيا. الأخيرة، أريد أن أجرب شيئاً. ها، المقنعون الصغار، تعالوا إلى هنا. لاحظت أن لونا لا تلمس الكرة بنفسها، فهي تأتي من مغناطيسها. تمنيا لي الحظ. الأمر لونا؟ تشوش عقلها. رمية موافقة. اصعدي أنت وآخر كرة، ستذهبان إلى مكان بعيد جدا بعد أن نسحب طاقة القمر من كل الكرات. واو، الآن هذا رائع. محاربون نينجا يلعبون الكرة؟ لعبة الكرات الملتصقة. مدهش، حركات رائعة. أعني لنوقفهم. إلى سيارة القط. أه؟
محاربي النينجا. هذه كرة قدم جدية بأسلوب النينجا. ها، المقنعون الصغار، من الجيد أنكم حضرتم. نحضروا، لماذا؟ ألا أستطيع أن أعطي محاربي بعض التمرينات؟ عليهم أن يبقوا رشيقين ليستطيعوا تلوين المدينة. تلونون المدينة؟ لمجرد المراحل فقط؟ أجل، لنقل هذا هو. سددوا على الهدف. كلها ملونات ملتصقة، عندما تصل للهدف تنتشر. ستخرب تلك السيارة وذلك المتجر و... مدرستكم ستكون التالية. المدرسة؟ لكن الصفوف ستلغى إن كانت مليئة بالملونات. قبلنا التحدي، قابلوا فريق المقنعين الصغار. لا تملكون فرصة أمامنا وأمام لاعبتنا المميزة. احذري حتى لا يتم تلوينك. سأحركها. أتريدين لعب الكرة؟ ما رأيك بالاحتياطي؟ أصيبت لاعبتنا. يا العجب. لحظة، إنه وحش مخيف للغاية. بومة، أحضري وجبات التصغير وسوف نوقفه. هيا بنا، سرعة القلب. مهلا، ليس مجرد وحش، إنه لاينل صديقي. ليس بعد الآن، انظر إلى تلك المخالب. دعوني أحدث، سأصلح الأمر. أين لاينل واينل هو؟ أترى الآن؟ إنه يعرفني. أو أنه يحب تحطيم الأشياء. كلا، يريد لعب الالتقاط. أيتها البومة احذري. جناح البومة، عضلاته أسلحة خارقة. إمساك جيد. حسنا، سرعة القط الخارقة. أمسكت به، عضلات الزاحف الخارقة. أتريان؟ قد يكون لوزن طنين على الأقل، لكنه ما زال صديقي لاينل واينل وو. حاول أن تعانق 5 أطنان إذن. رياح البومة. نحتاج إلى خطة أفضل، اتبعاني. ولكن أيها الزاحف، ليونيل خارج عن السيطرة. اسمه لاينل، وهذا ليس ذنبه. جعلته مشوشاً للغاية وكان يريد أن يلعب. بعمود إنارة؟ إنه خطير. علينا إخراجه من المدينة قبل أن يدمرها، ثم سنوقف خطة الحيوانات الأليفة لروميو. هل من أفكار؟ ماذا عن توق؟ مستحيل. والآن أين كنت؟ أجل. أنا ذكي جداً. إذن لهذا السبب يسرق ألعاب الجميع المفضلة ليحولها كلها إلى ألعاب روميو. لا، ما كان ذلك أيها القط؟ قلت لنختبئ خلف المتجر المتحرك ونغافل. فكرة رائعة، علينا أن نوقفه. هيا. ماذا كان ذلك؟ كلا. مرحبا أيها المقنعون الصغار. أمسكتم بك؟ كلا، ليس السيد مياو. ها؟ هكذا كنت سأسميه لو كان ملكي، وبالطبع هو ليس لي. إذا لن تمانع إن منحته تحويلا صغيرا. لا. الفتى القط. لا لا، سيد مياو، أين أنت؟ مرحبا، أنا لعبة روميو المفضلة، سوف تطيعني يا صديقي.
حسن، كل طفل سيكون لديه دمية روميو ليحتضنها، مما يعني أنهم سيكبرون على حبي. عندها أسيطر على العالم. ليس بهذه السرعة يا خاطف الألعاب السيء. لن تفلت بهذه أبدا. والآن تذكر، روميو هو الرجل الشرير وعلينا إيقافه. اتفقنا؟ انظروا من هنا، آخر المقنعين الصغار والذي سأضمه لجيش الأطفال، حينها لن يقف شيء في طريقي. ليس واحدا فقط. مهلا، تبحث عن هذين؟ هيا بنا استيقظا، إنه وقت الأبطال. زاحف، قص علينا حكاية النوم. إنها فرصتنا، أمسكوا أيها الآلي. لا، اتركني. اثبت مكانك. هاي، اترك صديقنا وشأنه. سرعة القدرة الخارقة. خذ هذا أيها الدخل الشرير. انظر ماذا جعلتني أفعل، آلي الصغير المسكين. هيا نلعب روميو. ليس الآن أيها الآلي، أنا أمارس الشر، أنزلني حالا. واو، تذكرتما الحركات الخارقة التي علمتكما إياها. بطلان أبطال خارقون. أريد اللعب بالآلة. لا، لا تلمسها، آلي سيء، آلي سيء. لا، ليس شعاع الأطفال. لقد عرفت. لا، إنه هناك، انظري. روميو في مكانين؟ هذا أمر غير معقول. نرى أشياء، صحيح؟ خدعتم بآلة الهوليغرام. لهذا رأيناه في مكانين مختلفين، كلتاكما محقتان. حسناً، كلتاهما محقتان. ابتعد عن طائرتي يا علبة الصفيح. هاي، إنها طائرتي. والآن كلها أصبحت لي، والمفاجأة، ها هو القمر يظهر. لا. كارثة، حصل روميو على قوة القمر. بتطويري لمخبري بأدواتك، أصبح القمر تحت سيطرتي. فليبدأ مشروع قرمشة القمر. قمري، قمر الجميع، هذا بسببي. انشغلت بالقتال ووقعت في الفخ. أكان يجب أن أزعجك؟ أنا التي أزعجت نفسي، لكن ذلك انتهى. هيا بنا، سنتعاون على فعل هذا. بسهولة وروية إلى المقر، وقم بقرمشته. إنه ليس كعكة. ولن يحدث هذا، حان وقت البطولة. مستعدون؟ أشعة البومة. رياح البومة. انظر إلى هذه العجلة القمرية. الأمر الرائع أن ما في داخلها هو ما يزودها بالطاقة كالبطارية. أي أنت أيها الهير الصغير. قوتك الخططية المعتادة تجعلها أقوى وتجعلها خارقة. انطلق أيها الهير، انطلق. أيها القط. لا يمكنك الخروج. كلما حاولت أكثر أصبحت سرعتك أكثر.
أيضا. أنا آسف. يجب أن أستعمل القوة التي لدي، هكذا أتحسن. ما كان علي أن أجعلكما تلعبان. مهلا. ما رأيكما أن نلعب مع لونا؟ هل تمزح؟ زاحف مصعوق؟ هذا ليس جيدا. لا، سنلعب بقوانا المعتادة. حان وقت البطولة. سرعة الصوت الخارقة. تلك عجلتي. يجب أن أسرع أكثر. ادفعني بسرعة. هيا سنوصلك إلى حيث تحط. هل أستطيع تحطيمها إن كانت تنطلق بسرعة الكافية؟ لنجرب. قط سخيف، كم مرة عليك أن ترتكب الخطأ نفسه قبل أن تدرك أن جهاز إرجاع أوري لا يقهر؟ سيكون كذلك عندما تصلح الخلل. أظن أنني لا أعرف؟ هات، هذا سيفي بالغرض. ما جدوى ذلك؟ سواء كان فيه خلل أم لا فأنا لست نداً لروميو. أنت أذكى مني بكثير. حقاً؟ أقصد، نعم، أنا كذلك. من الصعب أن أكون عبقرياً شريراً. تخف الزاحف الخارق. من بين كل الأشرار الذين واجهناهم أنت الأفضل. هل سمعت ذلك أيها الآلي؟ نعم سيدي، لكن ألا يجب أن تنهي إصلاح جهاز التحكم؟ كف عن مقاطعتي. إذن أيها القط، ماذا كنت تقول؟ كنت أتحدث عن ذكائك. أقصد أن جهاز الإرجاع هذا مدهش. لحظة واحدة، أنت تثرثر كثيرا. أين صديقاك المقنعان؟ سياح البومة. ماذا؟ سأمسك بك سيدي. خطة رائعة. النجدة، إنها أكثر متعة وإضحاكا من الاندفاع. ألي، أحضر جهاز التحكم. أخيرا، سرعة الخط الخارقة. زاحف أمسك. ماذا حدث الآن؟ استخدمنا جهازك الخاص بك وهزمناك به. فزتم هذه المرة أيها المقنعون. إنهم خطر حقيقي بالنسبة إلى أشرار صغار الحجم. لا، أنا بالفاقد. ونيجا الليل بالصاروخ. يا للهول، لقد تجاوزوا حدودهم. حان وقت البطولة. إنها غلطتك، لو لم توبخ أتباعك لما حدث كل هذا. غلطتي؟ لا 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 لا، أردت فقط إفساد يوم الفضاء، لا أن أصبح عامل الجذب الرئيسي. لقد تجاوز عثة النينجا حدودهم كثيراً. يجب أن أعترف، أحببت الوضع أكثر عندما كانا شريرين. نعم، ليتنا نجد طريقة تجمعهما مع أتباعهما ثانية. مهلاً، هذه هي. نستطيع التفريق بين العثة والنينجا بلم شملهم مع القائدين. حسناً، إنما كيف؟ سهل، أن نريهم بأنهما يباليان بهم. هذا ليس سيئاً، لكن إن أردنا النجاح علينا أن ننقذ لونا ونينجا الليل قبل أن يقلعا. اصرفا انتباه عثة النينجا وأنا سأحررهما. عثة النينجا، أنا هنا. جناح البومة. سرعة القط. إنه دوري. تخف الزاحف الخارق. كيكا كيكا كيكا. معقولين، حتى إنهم لم ينقذونا. لا تتحركا ريثما أخرجكما. عضلات الزاحف الخارقة. مهلا، لماذا تساعدنا؟ لأنه
إنه الفعل الصائب، وكنت أفكر هل تريدان استعادة أتباعكما؟ حسناً، عليكما أن تكونا لطيفين وتظهرا لهم الاحترام.